بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به: والذنب مقسوم إلى القلب والقدر والصغيرة، وهي بالاجتناب للكبائر موضوعة من عالم السرائر. فبالكتاب قال: إن تجتنبوا هو العفو منه يرتجيه المذنب، والله لا يغفر من يشرك به ويغفر إلا شذنت به. وجاءنا عن مانح العطايا وابن كبيرة عليه التوبة، وابن اجتناب الحوبة، وفي قبولها لغير كافره قطعا، وأن وجوه الإنسان والكافرون القول فيهم مختلف قوله يبرر ما قد سلف. نعم، الذنب مقسوم إلى صغائر كبيرة، الذنوب إما كبائر وإما صغائر. ما شاء الله. والذنب مقسوم إلى الكبيرة كالقذف، قذف يعني يقذف الإنسان شخصا آخر مثلا بريئا بالزنا، أو القتل وهو أكبر جريمة بعد الكبيرة قتل النفس، وللصغيرة كلمسة لا يستجيب صاحبها اللمس الأجنبية أو نظرة لا يستجيبها الإنسان، لا يدوم عليها، وهي بالاجتناب، يعني أن الصغائر بالاجتناب للكبائر مغفرة من عالم السرائر، عالم السرائر الخفايا، وهو الله سبحانه جل جلاله، لقول الله تعالى: فبالكتاب قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي صغائرها، أي صغائرها. فبالكتاب قال: إن تجتنبوا والعفو منه يرتديه المذنب، والله لا يغفر أن يشرك به. لكن الكبائر الصغائر من الذنوب غير الكفر بالله تعالى سبحانه جل جلاله، وما يدخل الإنسان الكبرى كجحد المعلوم، وهذا يرجع إلى تكذيب الله تعالى، كجحد المعلوم بالضرورة، وكاستحلال يعني استحلال الكبائر المشهورة الواضحة مثلا في الحرمة، كاستحلال الزنا والخمر واللواط. كان الإنسان يعني سالما من الكفر، هذا يرجى له العفو من الله سبحانه وجل جلاله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، العفو مرجوم ما لم يدخل الإنسان الردة. والارتداد الآن كثير بحيث لا يشعر الناس بذلك، فقد جاء في حديث رواه ابن أبي شيبة والحاكم وصححه والذهبي، أقر الحاكم على تصحيحه: نأتي على الناس زمان في آخر الزمان يجتمعون في المساجد وليس فيهم مؤمن. لماذا؟ هم يعتقدون أنهم مسلمون وأنهم صالحون، ولا تفوتهم صلاة الجماعة، ولا يفوتهم الصف الأول، ولكن يستحلون أشياء يعني ضرورية من الشريعة مثلا تحريمها، أو يذكرون أشياء ضرورية من الشريعة. على سبيل المثال، من يعتقد أن الديانات الإبراهيمية ديانات يعني مقبولة، أنا غير صحيح، لأن الديانات جمع وليس له وليس هناك ديانات. يقول إبراهيم عليه السلام ليس له ديانات أصلا، هو بنفسه ليس له ديانات، هو الدين واحد اعتلقه الأنبياء والمسلمون من لدن آدم إلى أن ينهى الله عنهم.
إن الدين عند الله الإسلام فقط. كل نبي جاء يجدد هذه العقيدة، وما أرسلنا من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أو إلا موحي إليه رواية حفص أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما جاء نبي إلا بتوحيد الله تعالى. فإذا اعتقدنا الآن أن ديانات اليهود الآن والنصارى تبع ديانات إبراهيم، هذا تكذيب لكتاب الله تعالى. لا كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وكما كان من المشركين. هذا تكذيب لكتاب الله تعالى. أولا الديانات كانت متعددة، ثانيا إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والله المؤمن. أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا أيضا في أيضا يعني تلبيس آخر، حيث أن دين الإسلام يجعله تابعا لدين إبراهيم، هذا أيضا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة تنسخ الشرائع ليست لا تكون داخلة فيها، غير التوحيدي فقط اللي يجتمع عليه الأنبياء، الشريعة صلى الله عليه وسلم ناسخة للشرائع. والأنبياء كلهم مأمورون بالدخول في شريعته، لو أدركهم النبي صلى الله عليه وسلم، لو أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليهم أن يتخلوا من الرسالات والتبلغ ويكونوا صحابة، مقام النبوة باق لهم، لكن لا بد أن يصيروا صحابة لقول الله تعالى. وما أرسلنا من رسول الله تعالى يقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه، تكون يعني أتباع له وتنصرونه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فهو أولئك هم الفاسقون. فهذه كثير من التلبيس، وعلى سبيل المثال الكفر الآن كثير من يقول بخمود النار، في جماعات كثيرة هي كم من النار يقول النار ستفنى، هذا كفر صريح، هذا إنكار ما هو ضروري من الدين، أن النار ستفنى وأنها فيها نوع من الرحمة، الله تعالى قال: لا يخفف عنهم هذا، خطير جدا، هذا كثير الآن اعتقاد الكليات لحد الإنسان يعتقد أن هذا فكر جديد، وهو الفكر هو الدين، يعني كمشرق ومثل للدار وتلك الدار كمشرق ومغرب للدار، مثل الفكر الجديد والدين، هذا فرق ما بين المشرق والمغرب. الفكر عبارة عن تكفير المسلمين. مفكر الآن، وإذا سمعتم الآن كلمة مفكر فاعلموا أنه مكفر، لأنه سيعارض الدين بوجوه. شوفوا أنا أسألهم مشاهد، منهم موريتانيين ومنهم مصريون ومنهم أمريكيون ومنهم يعني هؤلاء هم الذين قرروا الله، يقولوا بعضهم ديانة إبراهيم، بعضهم يقول النار تخلد، وهذا من باب الدعوة. ليش؟ قال لماذا؟ لأن الكثير من الناس عندما يقال لهم أنهم ما في تخفيف من العذاب وأن النار لا تخلد يفرون من الدين. يفرون من الدين، هل أحسن أنهم يبقوا كفار وهناك أمل أنهم إذا دخلوا في الدين يدخلوا بعقيدة صحيحة، أو ندخلهم كفرا بدل كفر؟ هذا كأنه انتقال من ومن يبسم بالزوال القبحي كمن يداوي شارب الخمر به، من يدعو من الكفر بدل كفر آخر. ما هو الفرق بين كفر كانوا به وكفر جديد؟ إلا أن سيكون كفرا مركبا، هم كفار ولا يعتقدون أنهم كفار. ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري، هذا قشر الكفار، لأن الناس يعني يدخلونهم في بلة جديدة من الكفر وهم لا يعتقدون أنهم كفار، فيصبحون يعتقدون الإسلام، وهي مضلة. وأيضا هؤلاء الذين دعوا للكفر، من دعوة للكفر كفر أيضا، هذه مصيبة أيضا. ولذلك المحط بابا من المؤمن حفظه الله تعالى ورعاه رغب في آخر مباحثها معنى هذه الأحاديث، نبه على تنبيه مفيدا جدا. قال: وفي حديث صح عند ابن أبي شيبة ثم صح عند الذهبي ذكر زمان أهلوا إلى المساجد يزفون صباحا ومساء وليس فيه مؤمن فأنت به إذا كفى الحديث وقد صح. وهذا لا يشك فيه إلا بليد جدا الغبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة لقد افترقت اليهود ونصر على 270 مرة وسترزلق أمتي
على 73 فقاة كلها في النار إلا واحد. قال وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كنت عليها أنا وأصحابي. فهذه آية الطائفة أن أراها هي تفترق، هي كاملة، هي كلها تنتسب إلى الإسلام وتقول أن وقال وستفترق أمتي على 73 فقاة، هو انتساب وظاهر إلى الإسلام ولكن هي 72 ليس مسلم، ليس مسلم. كلها في النار لا يلزم بالنار إلا الكافر، كلها في النار إلا واحدة. هذه 73 أو الأنقى ورأيناها، رأيناها متقمصين الإسلام، هم لا يحصون عددا، لا يحصون عددا، ويعتقدون هذا واقع كما يقولون، وأن هذا فكر جديد، وأن الأفهام لا تحتاج إلى 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 أسلوب آخر. المالك رحمه الله تعالى قال لن يأتي آخر هذه الأمة بأهداف ما كان عليه أولها. لماذا؟ ما سيأتي في آخر الأمة منهج أحسن مما كان عليه أولها. وهذا حقيقة خير القرون قريب، هم الذين يلونهم، هم الذين يلونهم. عبد الله بن مسعود كان يقول للصحابة التابعين، يقول أنتم الآن تقولون الأقوال كنا نعهدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا. تفعلون الآن أن نسمعكم تقولون أقوالا، أسمعكم تقولون أقوالا كنا نعودها على عهد رسول الله ليحذرا منها. هذه الجرأة الجديدة. أما نحن نجرئ الناس على جرأة نقول لا، الأفكار القديمة لا تناسبكم، وعليكم أن تفكروا بأفكار جديدة، والجيل الجديد يحتاج إلى 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 أساليب جديدة وإلى فكر جديد. هذا غير صحيح. هو عمر بن عبد العزيز قال أحدثوا للناس أقضية بحسب ما أحدثوا من الفجر، معناها التضييق وقطع للسبل الفساد، أما فتح الفساد هذا ليس. والأموي العدل قالت أقضية بما بجورا أحدثوا، ما قالت تحدث لهم طرق من الفساد وتفتح لهم أبواب الضلال، لا، هو سيفسدون، أنت تزيد الفساد، هذا غير صحيح. الظالم إذا لم يخر على يديه، انصر أخاك ظالما ومظلوما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا مظلوما، ومن قال الظالم أن تأخذ على يديه، ليس أنك تفتح له أبواب الشر. طرق الكفر الآن كثيرة جدا، طرق الكفر الآن كثيرة، وهذا كله ناشئ عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. المؤسسات الآن تصنع الأئمة كما تصنع الشركات الحلال فقط، كما تصنع الشركات الحواتم يصنعون الأئمة بدون مبالغة. أسهل الآن تحصيل إمام تحصيلاته، إمام مدرس الآن، اسألوا الناس اللي موجودة، اسألوا، أسهل الآن تحصيل شيخ من تحصيل هذا. ما بي الآن أخص من كلمة شيخ وأستاذ ومدرس ومفكر ومنتقد، ناقد ناقد ناقد، هذا يعني أسهل شيء، أسهل شيء أنا في الدنيا تحصيل ناقد أو مفكر أو شيخ أو أستاذ أو مدرس أو دكتور جامعة، هذه أسهل يعني نقطة في الدنيا الآن. أسهل من تحصيل سيارة التسجيل. والله لا يظهر أن يشرك بما يظهر الدنيا من شاء فانتبه. وجاءنا عن مانح العطايا، تكفير حج البيت للخطايا. جاءنا عن مانح الخطايا العطايا، العطايا هو الله سبحانه وجل جلاله، تكفير حج البيت. لكن هذا الحج، حج لنا صارت عنده مشاكل أيضا، صاروا يقدمونه على أوقاته، وصاروا يغيرون في المسعى أيضا، المسعى بين أيضا يغيرون، فجاء أسلوب آخر، واحد يحج وهو ما يحج. الآن عندما تمشي إلى مكان مثلا السعي بين الصفا والمروة، هم غيروه، السعي النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي عليه، جعلوه أبعد من ذلك بكثير، وهذا يصح. فالناس الآن لا تعرف أنها ما حج. وأيضا يقدم له الوقت، يجعلون الناس على الحساب الفلكي، لا ينتظرون الهلال، فهذا مدبر من زمان طويل، يعني أن الحج سيكون في يوم كذا وما سيقول. ولذلك عندما يأتي واحد يقول رأى الهلال فهو جائزة حتى يستفيد كثيرا، هو واحد يقول كذاب أصلا. معناها أن الأمور الديانية حتى لا يبقى حج ولا يبقى صوم ولا يبقى صلاة
حتى الصلاة محاربة في التوقيت. التوقيت الآن وجود التوقيت الذي فعلنا مثلا في الصلاة هي مقدمة على أوقاتها. حتى تبقى الناس يعني لا يسلم ولا شيء. كذلك العمرة والقيام، قيام رمضان، قيام رمضان أيضا لمن يصح القيام هو جاهل يصح القيام. واحد الآن أنتم تعرفون الآن أن جميع الناس عندما يقول رمضان عليكم بالتراويح وعليكم بالقيام رمضان، عليكم أن تتعلموا فرض العين. فرض العين ابتداء إذا لم تحصل على فرض العين وتعرف الواجب من السنة والشرع من المشروط وتعرف دخول الأوقات وتعرف ما يجب الصلاة أنت قيامك غفل. هذا يقال له قيام، هذا يقال له المنام، هذا النيام، هذا المنام بدل القيام. هذا واحد مركب المعصيه، واحد يعتقد انه عابد وهو عاصي لله تعالى. ما عصي الله تعالى بمعصيه الاسوء من الجاهل. واحد عباده الجاهل اما ذنبان او ذنب واحد. فاذا صادفت الواقع فانت اثم لانك تجرات على امر لا تعلم حكم الله تعالى. وإذا لم تصادف الواقع فأنت لم ترتكب ذنبين أخطأت وتسرعت. من المصيبة الكبيرة جدا هي عدم التعلم. التعلم لا بد أيضا منه، لا بد من التعلم. لا قيامة ولا عمرة ولا صيام ولا حج إلا بتعلم. لا يحل المكلف أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله تعالى بإجماع كما قال ابن المنذر وكما قال سبحانه جل جلاله يعني ولا تقرب ليس لك به علم السمع والبصر والهدى كل ولاك عندنا لا تفعل ولا تروي هي لا توافق شرع الله تعالى. قال ابن ابي زيد القيروان ولا قول ولا بن ولا نية لا بوافقة السنة. والطهر والطهارة إن جاءت موافقة للشرع فهي مكفرات الذنوب. هذه كلها مكفرات الذنوب لكن لا بد أن توافق الشرع. هو اسم الطهر بلا طهارة هذا ليس طهرا. واحد يتوتر انتم تعلمون الان ان غالب الناس لا يعلم براءة الغسل وتعلمون ان غالب الناس لا يعلم براءة الغسل فالطهر هنا ليس طهرا هذا فقط تضييع وقت. علم بعلم علم هذا عباده بلا علم هذا تضييع وقت وعلم بلا تقوى احتجاج على العبد. كذلك العمرة والقيام والطهر والصلاة والصيام وغيرها. هناك مكفرات ذنوب كثيرة جدا، مكفرات ذنوب كثيرة جدا كصلاة التسبيح وك 33 من الذكر بعد الصلاة. سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ويكمل المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد لله شقد وغيرها وهو على الخصوص يحمل للتوفيق للنصوص. هذا جاءت مكفرات الذنوب هذا للصغائر اما الكبائر فلا يكفرها الا التوبه. هذا هو الصحيح. بعض العلماء قال ان هناك من الاعمال ما يكفر الكبائر والى ذلك اشار سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم في مكفرات الذنوب صلاة التسبيح لكل ما كبر من الذنوب ولكل ما صغر. كذلك أيضا جاء في الحديث أن الحج إذا جاء صواب أنه يكفر من حج أهل بيته ولم يأخذ ولم يسوق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وذو كبيرة عليه التوبة فرض يعني أن أصحاب الكبائر يجب عليهم التوبة والكبائر كثيرة جدا ومن أعظمها حقوق الناس الغيبة والنميمة والحسد والبغض لا بالله تعالى. هذه أي مصائب أي مصائب أنا لا نحسب لها حسبانا أي مصائب أي مصائب. وذو كبيرة عليه التوبة فرض واجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يؤخر ولا يؤخر التوبة فرض بفور بسرعة ولا يؤخر ويقول حتى تعن هداية الله له فذاك من علامة الشقاء والخلال وطمس قلبه عن الإيمان. واجتناب الحوبة عليه أن يجتنب الذنب الحوبة الذنوب اجتناب الحوبة وفي قبولها لغير الكافرين قطعا وظنا وجهود من سابرين. اختلف العلماء هل التوبة مقبولة من الكافر ظنا هل دليلها ظني أو قطعي هل هي مقبولة التوبة قطعا أو ظنا فقط
هو في أدلة تكون ظنية، أنا يعني ظنية ليست قطعية، وفي أدلة تكون قطعية، ما جاء في الكتاب واضح، النص لا يحتمل معنى آخر يكون قطعيا ومتواترا بالحديث بوضوح، وما كان يدل عليه ظاهر النصوص ولكنه ليس قطعا يقول ثبت بالظن، ولكن حقيقة التوبة من تاب بشروطها تقبله هذا هو الراجح، من تاب تاب الله عليه. وهذا في غير الكافر، أما الكافر إذا تاب ودخل الإسلام قطعا تقبل توبته، يقال كافرون القول فيه مختلف لقوله يغفر لهم ما قد سلف، لقول الله تعالى قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف مطلقا يعني جميع ما مضى من الكفر وكل الذنوب. والنفس والعقل كذا المال وجب صون لها والحق ايضا والنسب. نعم هذه مسائل اتفقت عليها شرائع السماويه من قبل، كل نبي ياتي بالتحضيض عليها. النفس حفظ النفس واجب، العقل واجب، حفظ النفس واجب، لذلك شرع القتل، شرع القتل قصاص، لذلك يقول الله تعالى ولكم بالقصاص حياه يا رب. فاذا كان كل من يقتل يقتل تسلم الانفس مباشره، فان اذا قتل واحد كم سيسلم منها، ولكم بالقصاص حياه المجتمع. نحن الان يقول الان الفكر الجديد الغرب يحاولون ان يجعلوا بدله سجونا، امتلأت السجون وصارت السجون وسائل لفساد اخر من الفساد لا يتصورها. هي حقيقه السجون تجاره، واحد من يعرف الغرب هي هناك اصحاب رؤوس اموال يدخل لهم من الاموال بسبب هذه السجون، يعني لا مسكين الفقراء ضحية في كل مكان، في كل مكان سواء كان أمريكا أو في موريتانيا هو ضحية مسكين الطائفة وغير أصحاب رؤوس الأموال رؤوس الأموال أصحاب رؤوس الأموال مسلمين، هاي السجون ترجع على أصحاب الأموال لأموال كثيرة جدا. والنفس والعقل كذلك، العقل واجب حفظ، لذلك حرم الخمر والمخدرات لا يمشوا بعقل هذا متفق عليه بين الشرائع. كذا المال وجب، لذلك المال وجب، لذلك شرع قطع السرقات المال حفظه واجب، لكن معنى حفظ المال ان تحفظه من الفساد بان لا تحرقه وان لا تبذله بالشهوات، هذا هو حل إفساد المال. والسبب هو التبذير المال بالشهوات والمباحات. أما كثرة العطاء ولو تفرغ الإنسان من ماله يوميا فهذا ليس بسبب بل هو رشاء، كما قال في نوازل سيدي عبد الله بن حجر إبراهيم: أعلم بأن كثرة الهبات تعد من دلائل الخيرات، فملع بذاك لا يسفه. والقول بالحجر عليه السبب، نحن الآن لما نجد واحد رجلا سخيا لا يترك شيء في يده يقول فلان هذا سبيل، لا يترك شيء في يده وما هذا غير صحيح. لما الان اول السباع عندك هو بكر الصدارة تشرد المال اربع مرات كله يترك يعني مكانه القبر ما في اي شيء مطلقا. ايش؟ يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لي؟ قال تركت له الله خمسة. النفس والعقل كذا المال وجب صون لها، والعرض هذا عرض واجب صونه، لكن لا يجوز للمسلم ان يكون في مكان التهم ولا زنا، حرمت الطيبه اعراض المسلمين، اعراض المسلمين بواجه الانسان يحفظ اعراضه من النقائص ومن البخل، ولذلك البخل سيء والسرقه العرض مثلا واجب ومكان الذنب من الانسان ومكان مدح لابد ان يحافظ عليه، واجب ان يحافظ عليه والنسب كذلك، النسب كذلك شرع النكاح وحرم الزنا، فلو فتح باب الزنا ما يبقى انساب الناس ان تختلط. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من العقيدة، ونعوذ بك من
بك من شماتة الأعداء وأوضان الداء كما ترى شاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء ونعوذ بك من شماتة الأعداء وأوضان الداء. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكما شئت فلا تسأل. اللهم اكفنا أهل السوء بما شئت وكما شئت فلا تسأل. اللهم اكفنا السوء وأهله بما شئت وكما شئت فلا تسأل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا رب بجاه أسمائك الحسنى وحبك الإخلاص والنصر طهر قلوبنا طهر قلوبنا واصرف باعثنا عن مشاهدتك ومحبتك وابتلاع بسنتك وجماعة بشق العلمائك إلى الجنة. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلى الله عليه وسلم. عما يصفون.